اكيد. ومشاهدينا ننتقل لفقرتنا الثانيه مع الاستاذ عبد الرحمن مبيضين، طبعا هو كاتب وايضا كاتب روايات واشعار وكاتب ايضا في الكتب الاكاديميه وله يعني باع طويل في هذا المجال. اليوم رح نتعرف اكثر على اشعاره على كتاباته وعلى اصداراته. اهلا وسهلا فيك استاذ عبد الرحمن، وحضرتك عضو رابطه الادب الاسلامي العالميه. نعم. وايضا عضو الجمعيه الاردنيه للعلوم والثقافه. اهلا وسهلا فيك. وعضو في رابطة الكتاب الأردنيين سابقا، اتحاد الكتاب، اتحاد الكتاب الأردنيين، واستقلت مؤخرا من الهيئة الإدارية. من الهيئة الإدارية. نعم. نعم. لكن لا زلت شاعر. نعم. طيب، هذا هو الإصدار الأخير. نعم، في هناك مخطوطة وأوراق وأشواق. نعم. أوراق وأشواق في مجموعة من الشعر العمودي. نعم. وأيضا هو مجموعة من الشعر الوطني والشعر الاجتماعي اللي بيعالج ويسلط الضوء على نعم. القضايا الاجتماعية نعم. بشكل عام. نأخذ فكرة عن هذا الإصدار المؤخر. الواقع أنا يعني كان هذا الإصدار في سنة 2014 نعم. وقد قامت بطباعته دار نشر في الإمارات العربية المتحدة. وهذا الكتاب يعني وضعت من خلاله ضمنته العديد من القصائد الوطنية. نعم. والقصائد التي تعالج الشأن الاجتماعي، يعني هناك قصائد لها علاقة بالشأن الاجتماعي. أنا في الواقع أكتب الشعر العمودي ولا أنحو غير هذا المنحى، لأنني أعتبر الشعر العمودي هو أساس طبعاً. الشعر العربي الذي عرفناه والذي تعلمناه في المدارس. وقديش صعوبته لما الإنسان فعلا يقدر أنه يوزن بيوت الشعر بكلمات فعلا أنه تكون يعني على نفس الوزن. سبب تسمية الكتاب أوراق وأشواق؟ واقع يعني التسمية يعني أنا دائما بستفزني موضوع الاسم، كيف بيقدر الشخص أو الكاتب أو الشاعر يقدر يختار اسم لهذا، لأنه دائما بقولوا يعني هو العنوان الأساس للكتاب. أنا يعني كانت عندي مجموعة من القصائد واحترت ماذا أسمي هذه القصائد، فكانت مجموعة من الأوراق، ولكن لأنه فيها مجموعة من الأشواق التي أهديها إلى الأصحاب والأحباب والأقارب والأبناء، فأثرت أن أسميها أوراق وأشواق. رائع. طبعا كتاب بعد الأربعين أيضا. نعم. لأستاذ عبد الرحمن مبيضين، شو موضوع بعد الأربعين؟ بعد الأربعين هو ديوان شعر، الواقع هو الديوان الأول الذي صدر لي قبل عدة أعوام 2009 تقريبا. وهذا التسمية جاءت من عدة منطلقات. المنطلق الأول أنه الديوان الأول الذي يصدر لي بعد بلوغي سن الأربعين. نعم. الناحية الثانية أن هناك قصيدة لجلالة الملك بعيد ميلاده الأربعين. نعم. وقد قرأت في عدة مناسبات. أيضا بعد الأربعين لأن هناك حوالي 40 قصيدة في الكتاب. نعم. وبعد الأربعين يعني تمثل لي أنا مفهوم معين. نعم. أن الإنسان بعد الأربعين فلما بلغ أربعين بلغ أشده وبلغ نعم. 40 سنة، فبعد الأربعين يبلغ الإنسان رشده. صحيح. ويصبح عاقلا وراشدا وبالغا ويستطيع أن يعطي رأيه في كل الأمور. صحيح. نعم. كثير من الإصدارات، وإحدى هذه الإصدارات أو يعني أكثر من كتاب، كانت هي كتب أكاديمية. نعم. اللي لفت انتباهي كتاب عن وسائل الاتصال. نعم. نأخذ فكرة عنه هذا الكتاب. سيدتي، الكتاب عن وسائل الاتصال، أنا يعني في بداية حياتي اشتغلت في مؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية، وقد عملت في إطار التلغراف والتواصل مع الدول الأخرى. يعني كانت هناك اتصالات ما يسمى point to point بين عمان ونيويورك، عمان ولندن، عمان والقاهرة إلى غير ذلك. ثم أنني ذهبت دورة في مجال الاتصالات إلى روما، حضرت دورة في هذا المجال. فلما عدت إلى عمان كان هذا المساق مخصص في كليات المجتمع. ممتاز. فبدأت أدرس هذا المساق، أنا أول مدرس لمساق وسائل الاتصال الحديثة في كليات المجتمع. فبدأت أدرس وأنا أول من ألف في هذا الموضوع. ممتاز. يعني يمكن من العرب ألف قبلي واحد في مصر كتاب، وكان مرجعا لي أيضا في تأليفي لهذا الكتاب. وبعد ذلك يعني نحن الآن في الأمور الحالية تطورت وسائل الاتصال. نعم. وأصبحت يعني حديثة جدا،
وأصبح يعول عليها في كل أمور طبعاً الحياة. طبعاً طبعاً خاصة هلا مع الانفتاح التكنولوجي. ومن أهمها يعني هذا التليفون الذي أصبح يمثل الطابعة ويمثل التليفون والآلة الحاسبة والمنبه والساعة ووسائل الاتصال التي تستطيع أن تتصل فيها في أي مكان بالعالم. طب أستاذ عبد الرحمن، يعني من القلائل يمكن اللي منجدهم من الشعراء والكتاب اللي بيكتبوا في مجال الأدب، يعني الشعر هو فن. نعم. وفي المجال الأكاديمي يعني ككتاب عم تحكي يدرس أيضا، وهو يعني من الكتب القليلة اللي بتتحدث في موضوع وسائل الاتصال. كيف هاي الخلطة يعني قدرت أنك تقوم بها؟ والله أنا يعني كنت أدرس، يعني أنا عملت مديرا لمدرسة ثانوية وعملت في مدارس مختلفة. نعم وعملت في الكلية الجامعية المتوسطة لمدة 9 سنوات، كنت خلالها وبحمد الله يعني أدرس اللغة العربية، مساق اللغة العربية باعتباري أحمل بكالوريوس في اللغة العربية، وكنت أدرس مناهج البحث والمشكلات المعاصرة للطلاب الدبلوم باعتباري أحمل دبلوم عالي في التربية من الجامعة الأردنية. نعم. وكنت أدرس أحيانا الفكر الإسلامي عندما يعني يضطرون لوجود معلم لغة إسلامية وما يعني ثقافة إسلامية ولا يجدون، وقد درسوا الاتصالات بحكم الخبرة التي استفدتها من مؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية. فكانت هناك يعني مجموعة من المواد التي أدرسها في الكلية الجامعية المتوسطة. صحيح، مسج رائع. احنا حابين نسمع شيء من الشعر، يعني احنا هون كاتب قصيدة استاذ عبد الرحمن فاجأنا فيها ليوم جديد مهداة الى التلفزيون الأردني. والله هذه كتبتها وهي يعني ستصدر في الديوان الجديد بعنوان قصائد حائرة، وسأقرأ لكم منها ان شاء الله. تقرأ لنا هلا شوي استاذ عبد الرحمن؟ ان شاء الله. نعم تفضل. الواقع يوم جديد انا يعني اعتبره شعلة مضيئة في التلفزيون الأردني، اعتباره يبدأ في بداية اليوم ويعطي للمشاهد فكرة عن النشاطات المختلفة في البلد ومختلف الأوجه والنشاطات يعني. فقلت في هذا يوم جديد مشرق متجدد، هذا اللقاء الشامل المتعدد يعطي المواطن فكرة وقادة عن كل أمر في الحياة، ويرشد يستعرض الأحداث في كل الدنا، ويزيل عنا همنا، ويبدد في كل فقرات اللقاء مواهب ومنافع ونصائح وتودد، في كل لول تطرحون برامجا، في كل يوم حلقة تتجدد، وأقولها في حقكم وبحقه، فلقاؤنا يمضي ولا يتردد، فلكم جميعا في الصباح تحيتي، أنتم لها وذكاؤكم متوقد. تسلم. شكرا لك. إن شاء الله يا رب نكون عند حسن. عن هذا يعني تقديرا لهذا البرنامج الذي نعتبره يعني كلك لطف. تسلم. الله شكرا لك. الآن ندخل في موضوع يعني وحضرتك يعني عضو رابطة الأدب الإسلامي العالمية. نعم. نتحدث عن هذه الرابطة وأهمية أيضا أن نشترك كأردنيين ونكون أعضاء في رابطة إسلامية يعني عالمية. نعم. الواقع رابطة الأدب الإسلامية مركزها في الرياض. هي رابطة الأدب الإسلامي العالمية. نعم. ولها فروع عديدة في مختلف أنحاء العالم الإسلامي. وهذه الرابطة لها موقع في عمان هنا، وينضم إليها عدد من العلماء الذين يعرفون الطريقة الحديثة القديمة في كتابة الأدب الإسلامي. يعني في شروط للانضمام إلها كأعضاء؟ شروط أن يكون أو الكاتب أو الشاعر أو الروائي أن يكون يعني صاحب قدرة في كتابة وعنده الأدب إصدارات ممكن يعني وعنده إصدارات معينة. نعم. وينضم إلى هذه الرابطة بسهولة إذا كانت يعني توافق عليه الرابطة، ثم ترسل كتابا إلى الرياض حيث المركز الرئيسي وهم يوافقون على عدد الأردنيين من الكتاب. والله يعني أعتقد يتجاوز 70-80 شخص. ما شاء الله. طب كعضو في الجمعية الأردنية أيضا للعلوم والثقافة أستاذ عبد الرحمن، الجمعية الأردنية هي يعني جمعية تضم كبارات رجال الدولة الذين خدموا في الدولة في مختلف الاتجاهات، هي جمعية للعلوم والثقافة يعني تحتوي كل العلوم الموجودة في الأردن
بالإضافة إلى أنها تنطلق إلى الثقافة، هي تلتقي بالسياسيين في الجمعية، توضح الإشكالات السياسية الموجودة، إذا كان في مثلا قضايا اقتصادية، إشهار كتب لبعض الناس الذين يكتبون في المواضيع المختلفة، أيضا تقوم بعمل اجتماعات في المدن الأردنية، يعني عملنا اجتماعات في السلط، عملنا اجتماعات في مادبة، في إربد، في شؤون مختلفة، وفي هي قررت في المدة الأخيرة ما يسمى بنداء الوطن، يعني حتى يكون المواطنون كلهم يعني لحمة واحدة، صح، لحمة واحدة، يعملون لمصلحة الوطن الأردني. نعم. 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 هي البلقاء، هي البلقاء الواقع أنا ألقيتها في مدينة السلط بحضور رئيس البلدية، هاي للسلط تحديدا، لا يعني تحيات لكل أهل السلط. هي البلقاء في ذهني مهات محصنة وأهلوها كرام، هي البلقاء إن ذكرت خيول، هي البلقاء إن سل الحسام، هي البلقاء أودية غزار وراسية الجبال فلا تضام، جبال السلط أعيت كل عاد فتربتها على الباغي حرام، وماء السلط لا يأتيه نذل ولا يدنو لساحته اللئام، هواء السلط يشفي كل داء فمن عشق المدينة لا يلام، ومن سكن المدينة أو قراها فلا خوف عليه ولا يضام. تسلم تسلم لسانك. يعني شكرا لك، بدنا نشكرك استاذ عبد الرحمن. اكيد مبيضين، ننصح كل الساده المشاهدين كمان يتابعوا اصداراتك، اكيد زي ما يمكن عرفنا بعض من هذه الاصدارات، بالتوفيق دائما في كتاباتك الشعريه والاكاديميه، والله يعطيك الصحه. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك.